نعلن الآن النتائج لفريق الدعم. نبدأ من المركز السابع. أيوه. بحرف الميم. مورقات. إيش؟ محلقات. محلقات. مرشقات. لا. مرذاذ ما تجي. محلقات المركز السابع. استاهلون استاهلون. في 2021 درجة. 2021 درجة. نعم. 2021 درجة. طيب المركز السادس. أيوه. كامل. بحرف الشين. شهب. 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 استاهلون. استاهلوا استاهلوا جميعا. ب 2027 درجة. الله يعطيهم العافية أو نقطة. يعطيهم العافية بصراحة وكلهم كلهم ما شاء الله لهم شهادات بإذن الله تسلم. طيب المركز الخامس. أيوة. بحرف الذال. ماشيين كذا بحرف الذال. حرف إيش؟ حرف مميز يعني. شين. حرف الراء. الغين. غيم. غيمات. غيمات. تحية الغيمات ب 2044 درجة. ما شاء الله تبارك. أما الرابع هذا اسمه عزيز عليه المشكلة لأن كنا في برنامج الموسم. رياض سفراء 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 بكم درجة تتوقعون؟ 2000 لا لا 2064 درجة ما شاء الله. طيب ما شاء الله. المتبقى الآن عندنا المتبقي فرق. المتبقي كم فرق يا حيل؟ المتبقي المتبقي والله الآن طلع حرة خريطة العالم اليوم. أيوة طيب وريكم وين وائل هنيد المتبقي لا والمتبقى نعم والباقي لا والبقية الباقية البقية المركز الثالث لا 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 تقول الثالث خليها في الإعادة احسن. طيب اقول لك شيء قول شيء. ممثلي الفرق موجودين اوه تفضلون ثلاثة فرق الباقية رذاذ وهنا السعادة والمورقات وينهم؟ نعم انا سمعت انهم موجودين. نعم ممثلي الفرق تفضلون تعالوا يا شباب ممثلي الفرق وانا سمعت ان الثلاثه موجودين منهم وينهم وينهم يا محمد واحد جاء والثاني وينه هذا الثاني هذا هو السعاده باقي واحد نشوف احنا اي الفرق باقي واحد والسعولم والسعولم يلا بيننا رذاذ والسعاده هنا السعاده تاتي يا اخوان المورقات هنا السعاده ورذاذ السعاده تاتي. طيب المركز الثالث يحصد او يحصل على 2500 ريال المركز الثاني على 3500 ريال المركز الاول على 6000 ريال ممثل نمر هان عندي اثنين معلش ممثل الثالث نور نور تعال نور دقيقه ايش 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 المركز الثالث 2500 ريال باقي واحد شيخ نور الحين نشوف ممثل لا لا انا ممثل انا المركز الثاني 3500 ريال الفريق الثاني مين الباقي الحين نشوف احنا عنده فريقين هو لا انا عندي الفريق الثالث انت فريق ايش هذا هذا موجود ايوه من هو موجود الفريق الثالث آه. جاء جاء انت رذاذ معاذ الفضلي رذاذ الثالث اي جاء جاء الثالث ها هنا السعاده هناك الثالث شوف جاء وايضا رذاذ يا عبد الله المورقات الله عليك صحيح والله بردان ها عبد الله بردان رذاذ 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 المورقات طيب رذاذ انت مورقات تعال جنب بعض يا تعال هلا يا هلا تعال تعال جنب ايوه اجل في لبس بس من الشباب كيف حالك رذاذ المورقات هنا السعاده هنا السعاده ايوه ثلاث فرق موجوده طيب هنا السعاده عاد نديك مؤثرات يا رياض نعلن ولا ما نعلن لا لا تعلن اعلن الثالث ثم الاول اورليدي الثاني واضح اورليدي نايس تو ميت يو اورليدي اورليدي انا طيب المركز الثالث يا الله لا 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 والله ويحصل على مبلغ 2500 ريال ايش فيك يا ابراهيم 2500 ريال 2500 ريال يا سلام دقيقه يا شيخ هنا رذاذ هنا السعاده والمورقات ورذاذ بس حلو الكلام تفضل رذاذ جنبي هنا جاهزه السعاده ابدا انت المورقات عبد الله متحمس ألف مبروك المركز الثالث هذا الشيخ الثالث حبيبي عبد الله أبو عمر يعني كذا تعطي المركز الثالث الشهادة تفضل أنت أنا أشوف الاسم أشوف الاسم أنا اللي اختاره أشوف مشاكل طيب المايك بس معلش أبو عمر خليه عندك بس بختار الفريق المركز الثالث ايش ما يشوف بس أبو عمر يلا بسم الله طيب شفت شيء؟ لا والله مرة متوقع كويس طيب المركز الثالث لا تقول لا تقول ماشي 2500 ريال ايوه هو والله فريق متوتر يا شباب انت متوتر الواد ما بيقمعش الف مبروك لا لا لفريق 2500 ريال لفريق ايوه بورلات لا لا وش علاقه المورقات هنا 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 هنا
مين مرقاته؟ أيوة. تحت 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 المريقات المركز الثالث. ايوه ابو عمر مبارك ستايل ستايل 2500 مبروك ريال توصلها لهم انت؟ ما عليك اكيد تاخذ نسبه شيء منها ولا لا؟ لا محتاج حقهم يوصلهم كامل ان شاء الله حقهم يوصلهم ستايل ستايل 2500 ريال شكرا لهم على مشاركاتهم ومشاركه مبارك ما شاء الله شكرا في امان الله مشاركاتهم ايش يا عبد الله حبيب؟ اعرف مشاركاتهم ايش؟ ايش قالوا؟ مشاركاتهم ولا مشاركاتهم؟ على حسب السياق اذا كانت مشاركاتهم اذا كان الثالث فمشاركاتهم مشاركاتهم يلا إيه. الان بتجي المركز الاول صح نروح المركز الاول على طول ابو على طول الاول الاول لا لا اذا قلنا الثاني معروف الاول إيه؟ نعم الاول الاول فبنروح الاول قول الاول يصير اول درع طيب جيب الدرع عشان بس ما يشوفونه الله الله دقيقه دقيقه إيه المركز الاول ب 6000 ريال درع 6000 ريال ما شاء الله 6000 ريال سعودي شكرا لمشاركاتهم كم عددهم عارف ايش معنى طيب ركز ركز بس كم عدد الفريق عندكم ايوه انتم سويتوا سابقه خريطه العالم صح ايوه امام الجمهور هذا الحبيب كله بدون السعاده وش اعراب شكرا لكم شكرا وش اعرابها شكرا كذا وحده مليئه بالجمهور مفعمه بال ايش رايك شيخ ابراهيم هي مش طالع اسمهم رياض اسمع اسمع مشتقه من من العفو طالع اسمهم لا لا هي تقديرها اشكرك شكرا يعني ما شاء الله مبروك والله بارك الله فيك تدري اني انا اعرف الحين مبروك الفريق طلع اسمه لا ما موجود موجود والله ما اعرف مين المركز الاول اعلن لا الثاني يا شيخ 6000 ريال الف مبروك ودرع وشهاده درع وشهاده و6000 ريال الله اكبر لي صاحب هنا ولا هنا تتوقع يا شيخ من انتم ولا هم والله كلنا واحد الله كفو كفو كلام كلام عبد الله العتيبي طلع ونعم ونعم اسمع لهم تحيه هنا السعاده سهلون هنا السعاده والله الله رذاذ نتعرف عليك نايف اليوم الله يحفظك حياك الله اخوي نايف وين التحيه ونعم ونعم يا نايف يا مرحبا ونعم ركز يا نايف تفضل والله ما ان شاء الله هبد الف مبروك خلي عندك بس مؤقتا وتفضل مؤقتا مؤقتا لا افتح لا افتح شيء مؤقتا ها 6000 ريال تروح لفريق والله مره متوتر ارسل واتساب لهم طيب هنا لهنا شهاده الشكر مكتوب فيها اسم الفريق ايوه والدرع بيروح للفريق الفائز فيمكن انت تعطيه شهاده الشكر او هو يعطيك الدرع ايوه واحد منكم يعني وياخذ 6000 ريال وياخذ 6000 ريال ابراهيم النقيب ها توقع مين والله اتوقع واحد منهم والله ألف مبروك 6000 ريال لفريق لا يا رياض الله يخليك الجمهور المشكلة اللي متابعون هم الحين خلينا ننتقل على العلمية بعدين أعلن العلمية في دلة فاضي الله يستر عليك ألف مبروك لفريق إذا قلت اسم الفريق إذا قلت اسم الفريق يعني يا أما تعطيه الدرع أو تعطيه الشهادة لا تشوف إيه ركز ركز إيه يعني عطوا الواحد يقدم للثاني أبى أشوف بشوف فريق مرة حلو أيوة رضا 6000 ريال سلم اياها ما يستاهل والله لا الدرع شهاده لك رداد ايوه ابو عمر شوف تفضل وحنا كمان نطلب ان الشهاده والدرع خلاص ما في مشكله الف مبروك وش تقول اخوي نايف جزاكم الله خير والله يعطيكم العافيه ينفع بالجهود ان شاء الله برج شكرا لك المركز الثاني ونسمع لهم تحيه قويه هنا السعاده مبلغ 3000 سهلون ريال الف مبروك وفريق جو كم استهاج يا سلام يعطيكم العافيه شكرا لكم شكرا للعتيبي شكرا لريام يعطيكم العافيه لحضوركم هنا السعاده وايضا رداد شكرا لكم الف مبروك شكرا لمن شارك ولمن العافيه بالله وجهكم في البرامج طيب